درس 12.5 اللي هو solve problem involving measurement data in line plot. نفس تقريبا هذاك الدرس بس هالمرة بأرقام شوي أكبر. لاحظوا أنا في البداية حولت كل الأرقام الموجودة هني عندي ل 8. مثلا هذه 1/4 سويتها multiply to multiply to فصار 2/8. فإذا كانت هذه 2/8 أكيد اللي قبلها بتكون 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. هذه كلها نحولتها للدومينيتر 8 of 8. شوف السؤال الأول، السؤال الأول يقول لي different. different معناتها minus. between منو؟ between the least و between وين the greatest؟ greatest. ما بين الكبير والصغير راح أسوي minus، بين أكبر رقم ناقص أصغر رقم. لاحظوا هني هذا أكبر رقم راح أنقص منه أصغر رقم، ما أخذ الزيرو لا أخذ 1/8. لأن هي اللي عليها الإكسات، الزيرو ما عليها إكسات. فأقول 1 هي 8/8 minus 1/8. 8 minus 1 راح تعطينا 7/8. هالسؤال وايد مهم different، دائما إيه في الأسئلة. سؤال أول نفس الشيء بعد في البداية راح أحولهم كلهم ل 8. هذا يسوي له multiply to multiply to فبصير 2/8. هاي 3/8 4/8 5 6 7. هذه 8/8. هني هذه 8/8. لو أكمل هاي بصير 9/8. وهذه بعد سويناها لملتبلاي طلعت 10/8. كلهم حولتهم لدومينيتر of 8. شوف السؤال الأول يقولي what is the combined weight of the 4 lightest اللي هو أقل 4 إكسات. هنا نعرف جهة اليمين الكبير وجهة اليسار الصغير. أصغر 4 إكسات شو هم؟ لهذه 1, 2, 3, 4 اللي هم 3 حبات من 2/8. هاي 3 حبات من 2/8 وحبة واحدة من 3/8. نضرب 3 × 2 يعطينا 6/8 plus 3/8. 6 + 3 9. نسوي simplify لأن الـ 8 ما تقدر تشيل الـ 9. فأدور في جدول الـ 8 رقم أصغر عن الـ 9 اللي هي 1 × 8 8 وبيبقالي 1. اللي بعده يقولي what is the combined weight of the mice that is the weight 3/4. بس يسألني about 3/4. هذه 3/4 كم حبة فوقها؟ 1, 2, 3, 4, 5. فأقول 5 × 3/4 راح يطلع 15/4 اللي هي لو سويت لها simplify تطلع 3, 3, 4. اللي بعد لما يقولي all أو لما يقولي total حقهم كلهم، all معناته أحسب كل الإكسات. لاحظوا هني عندي 3 إكسات فأقول 3 × 8. هني عندي إكس واحدة معناته 3/8 أكتبها مرة واحدة. هني عندي 5 إكسات فأقول 5 × 6/8. هني عندي إكس واحدة أكتب 7/8 مرة واحدة. هناك عندي 2X فأكتب 2 × 10^8. نحسبها 3 × 2 = 6/8 وهذه 3/8. 5 × 6 يعطينا 30. 7/8 أخليها مثل ما هي. 2 × 10^20 أجمعهم كلهم راح يطلع 66/8. نسوي simplify راح تطلع بهذه الطريقة. What is the difference? Different معناتها minus. قلنا ما بين منو؟ قالي ما بين الكبير والصغير. هذه أكبر قيمة اللي هي 10/8 وأصغر قيمة اللي هي 2/8. فأقول 10/8 ويتلاحظ 10/8 ناقص اللي هي 2/8. 10 ناقص 2 تطلع 8. 8 × 8 اللي هي 1. أو أقدر إني أستخدم شي بهالطريقة بعد صح اللي هو قبل أحولها لـ 8. السؤال بعده اللي هي كمية الأمطار. لاحظوا عندنا في يوم من الأيام ما نزل ولا نقطة مطر. يومين نزل عندنا 2/8. يوم واحد نزلت كمية الأمطار 4/8. يومين نزلت كمية الأمطار 5/8. ويوم واحد نزلت 6/8. السؤال الأول يقولي total يعني أجمعهم كلهم. الزيرو طبعا ما ينحسب. لحظة شوي. الزيرو ما ينحسب فخلاص أمشي أول شيء أبتدي من هني. عندنا حبتين لاحظوا هني عندنا 2 فأكتب 2 × 2 = 8 اللي هي 4/8.
وهني عندنا حبة واحدة من 4 8، وهني عندنا حبتين من 5 8، لازم أسوي لها ضرب. وهني عندنا حبة واحدة من 6 8، أكتب 6 8، أضرب 2 × 2 = 4، و 4 8 أخليها مثل ما هي، 2 × 5 = 10، و 6 8 أخليها مثل ما هي. أجمعهم هذين كلهم راح يطلع لي 24 × 8 اللي هي 3. يعني كمية الأمطار كانت خلال هذا الأسبوع 3. How many days did it rain؟ كم يوم نزل في المطر فقط؟ فعد 1 2 3 4 5 6، ما أحسب هذه 0 ما نزل فيه مطر، فبس أحسب هذه اللي هم 6 أيام نزلت الأمطار فيها. What is the different؟ قلنا different minus، ما بين أكبر رقم وأصغر رقم نزل فيه المطر، فعندي هذا أكبر رقم نزل فيه المطر وهذا أصغر رقم نزل فيه المطر، فهي هني أنقص 6 8 − 2 8 راح يعطينا 4 8 اللي هي اختصارها نص. يقولوا لو تمت كمية الأمطار لمدة أسبوعين مثل ما هي، هنا قلنا كمية الأمطار في الأسبوع الأول كانت 3، أسبوعين فبتكون 3 + 3 = 6. سؤال بعده، رسمة موجودة عندنا بس المطلوب أن نجاوب على الأسئلة. How many player؟ كم عدد الأشخاص؟ أعد كل الإكسات فبيطلع عندي 16. What is the different؟ شوفوا different كم مرة جتنا الحينة، يعني مهم هذا السؤال. Different minus، ما بين الجريتست والليست، ما بين أكبر رقم وأصغر رقم، هذا أكبر رقم أنقص منه أصغر رقم. فون ما تقولوا لي والله هاي مس 1/8، لا 1/8 ما عليها أي إكس، أخذ أكبر رقم عليه إكس ناقص أصغر رقم عليه إكس. فون ماينس 1/4، الوان أقدر أحولها لـ 4/4، فـ 4 − 1 راح يعطينا 3/4. هني نكتشف الخطأ، طبعًا هو قال لي find the total، فلاحظوا هني لازم يقول 3 ضرب 1/4، لازم يقول هني 3 ضرب 1/4 لازم يضرب. فهني عندنا 1، أوكي نكتبها مرة واحدة. النص مرتين لازم يقول 2 × فهو ناسي هني يضرب بالأرقام على حسب الإكسات الموجودة. نكتب الإجابة، he did not multiply the number of gallon by the number of tick mark اللي هي الإكسات.